السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كنوز التعليمية. ودرسنا النهاردة يا رابعة ابتدائي درس مهم جدا، زمن الماضي البسيط، ومعانا الطالب شاهين. أول حاجة زمن الماضي البسيط، تعريف زمن الماضي البسيط ايه يا شهاب؟ هو التصريف الثاني للفعل. يبقى التصريف ايه؟ الثاني للفعل. الثاني للفعل يستخدم للتعبير عن أحداث انتهت في الماضي. يبقى احنا أول ما نشوف زمن الماضي البسيط هنعرف إن في حاجات أساسية لازم نعرفها عنه، زي التعريف بتاعه والاستخدام بتاعه والكلمات الدالة عليه والتكوين بتاعه. في كام حاجة أساسية هنعرفها عنه؟ أربعة. أول حاجة تعريف زمن الماضي البسيط، هو التصريف إيه؟ الثاني للفعل. ماشي. يستخدم للتعبير عن أحداث انتهت في الماضي. يستخدم للتعبير عن إيه؟ أحداث انتهت في الماضي. ماشي. في كلمات دالة عليه، كلمات مفتاحية، أول ما بنشوفها في الجملة بنعرف إن الجملة دي زمنها زمن الماضي البسيط، زي إيه؟ yesterday أمس، last الماضي، ago منذ، ذات مرة once. زي إيه يا شهاب؟ yesterday أمس، last الماضي، ago منذ، once ذات مرة. زيتم. وهنا في كلمة last month يعني الشهر الماضي، ممكن نقوله last week الأسبوع الماضي، ممكن نقوله last day اليوم الماضي، last year السنة الماضية أو العام الماضي. يبقى كلمة last دي بيجي بعدها حاجة السنة اللي فاتت أو العام اللي فات أو الشهر اللي فات. يبقى yesterday أمس، yesterday last Lost. Ago. Once. كده احنا خلصنا تعريفه وخلصنا الاستخدام بتاعه والكلمات الدالة عليه. يبقى معانا اهم حاجة وهي التكوين. يتكون من التصريف الثاني للفعل. في عندنا افعال نوعين، افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. افعال منتظمة بنسموها regular verbs. الافعال غير منتظمة irregular verbs. يبقى regular و irregular. الverbs عندنا نوعين، افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. الافعال المنتظمة بيكون التصريف التاني بتاعها يا اما باضافة دي او اي دي او اي اي دي، هنلاقه في نهاية الفيرب. اهم حاجة هنلاقه في نهايته دي، سواء كانت دي او اي دي او اي اي دي، دي افعال منتظمة. فور اكزامبل، على سبيل المثال معنا watch watched، look looked، play played، يشاهد اللي هي watch watched شاهدة، look ينظر، looked نظرة، play يلعب، played لعبة. watch watched، look looked، play played، watch watched، look looked، play played. برافو. معانا ديت اسمها افعال منتظمة. هنيجوا بقى في تانية افعال اسمها افعال غير منتظمة الريجولار فيربس. الافعال غير منتظمة دي بتتحفظ زي ما هي، ملهاش قاعدة ثابتة، تحفظ كما هي، ليس لها قاعدة. زي سي يرى، سي يرى، سو رأى، سو بمعنى رأى. يبقى الافعال الغير منتظمة، الافعال الشاذة دي بتتحفظ زي ما هي. سي يرى، رأى سو، سي سو، فايند يجد، بقت فاوند وجد، جو يذهب، بقت وينت اللي هي ذهب. سي يبقى سي سو، فايند فاوند، جو جو، وينت جو، وينت. سي سو، find found، go went. معايا شهاب؟ see so، find found، go went. لما نيجي بقى في حالة السؤال بهل، السؤال بهل هنا بديد. يبقى السؤال مع زمن الماضي البسيط اسمه ايه؟ نستخدم ايه؟ ديد. ده السؤال بهل. السؤال بهل اجابته يا اما يس يا اما نو. اجابه السؤال بهل يا اما يس يا اما نو. وفي يس بنحط نقطه في اخر الايه؟ الجمله. انما نو هنحط الاول نقط
نو بنعمل ايه مع نو بالنوت، بنعمل ايه مع نو بالنوت. يبقى نو هنضيف للفعل نوت ونحط الفعل وبعد كده الفول ستوب. المثال بقى did you play football yesterday؟ هل نترجم الجملة مع بعض يا شهاب، هل انت لعبت كرة القدم امس؟ في الاخر هنا علامة استفهام اهي، السؤال بادئ بديد اهو، نعرف لدوت سؤال. نوضح اكتر، ده سؤال بهل، سؤال ايه يا مس اميرة؟ ده سؤال بهل في زمن الماضي البسيط. عرفنا ازاي؟ عشان في ديد وفي يسترداي كمان، في كام حاجة؟ اتنين. فهمونا اللي ده اسمه زمن ماضي بسيط، في ديد وفي يسترداي، وفي الاخر علامة استفهام. فهمت من هنا ان ده سؤال بهل في زمن الماضي البسيط. السؤال بقى معانا هنا الاجابة did you play football yesterday؟ هتكون الإجابة إما yes يا إما no. yes I did. yes و no بعدهم بيجي كما، يبقى yes نعم، I did نعم أنا لعبت، yes I did، no I didn't لا لم ألعب. خدت بالك هنا اللي فيه not مع no فيه not، يبقى no I didn't، yes I did، no I didn't. الملحوظة هنا didn't بيجي بعدها الفيرب في المصدر، يبقى didn't play دي هي played. لو الجملة المثبتة فيها played عايزة اقولها played زي لعبة، عايزة اقولها ما لعبش، يبقى didn't play، يبقى played didn't play. ونركز هنا ان play ما فيهاش اي دي. didn't watch بتساوي watched، اللي هي مش بتساوي، اللي هي equals عكسها watched. يبقى didn't play equals played، didn't watch equals play، الopposite بتاعها played. يبقى didn't watch watched، didn't play played. اوكي عملنا طبعا تدريبات على، وخدنا هنا exercise we played tennis yesterday. هنا شهاب اخد played، ليه شهاب؟ عشان شفت في الجملة ايه yesterday. شفت ايه في الجملة؟ عرفك ان هي زمن ماضي بسيط yesterday. برافو. هنا my class زازو في هنا last week، خلينا نختار visit ولا visited؟ اخترت ايه يا شهاب؟ visit. ليه؟ شفت في الجملة ايه عرفك اللي ده زمن ماضي بسيط؟ last week، الاسبوع الماضي، حاجة عدت، يبقى ايه؟ visited. وده كان درسنا النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا. كانت معاكم مس اميرة، برجاء عمل لايك ده بمثابة شكر ليا، والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. good bye.